بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أخواني وأخواتي، ساداتي وسيداتي، مشاهدين الكرام. هنا إذاعتنا العربية صوت مدرسة النجاح الإسلامية، تشاهدونها عن برنامجنا الأخبار المحلية والمواعيد الحسنة، تأتيكم عن الهواء مباشرة في الساعة التاسعة وخمسين دقائقا صباح. وتاريخ اليوم 25 في شهر فبراير لعام 2024 ميلادي، موافق 15 شعبان 1445. وتطالعونها عن شبكة العنكبوتية www.voiceofnajah.com. ويمكنكم اتصال برقم 6005 على موقع النادي الصحافة والدعوة. صوت مدرسة النجاح الإسلامية دائما وأبدا معكم. ومعكم اليوم في مبرمج أخوكم حسين قيدي إبراهيم، مراسل البرنامج. والآن مرحبا بأبرز العناوير الموجزة: بر الوالدين، أحكام رمضان، تطورات المدرسة، حقوق المرأة في الإسلام، آداب طلب العلم في المدرسة، الأمثال والحكم، حديث الأسبوع. مشاهدين الكرام، مرحبا بكم بالتفاصيل الأخبار. للوالدين حقوق لم يعض الله أحد خيرهما، التفاصيل الكاملة عند مراسلنا محمد عبد حسن. لها كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ولبر الوالدين آثار، وهي باب من أبواب الجنة. رضي الله في رضي الوالدين وسقط الله في سقط الوالدين. إن بر الوالدين من صفات المؤمنين النذر للوالدين عبادة القلب، فكيف البر إليهما. بر الوالدين سبب من أسباب طول العمر. قال إمام الشافعي: أدع الإله كما أمر أملاء الفادقة بالحذر الذين أوجب نور البصر حافظ عليه، فإنه نعم سعادته. وأخيرا أحضركم كما أحضر نفسي عن حقوق الوالدين. اسمي محمد عبد حسن، صوت مدرسة النجاح. هي من العبادات، التفاصيل الكاملة عند مراسلتنا رون حسين. أحكام يلزم على توفيرها قبل أن يصوم وهي كاللاتي: البلوغ، العقل والإسلام، طاقة الصوم، الصحة، الإقامة، النية، اجتناب مفضلات طول النهار، وكذلك لصوم مبدلات ينبقي عن مسلم ابتعادها، وهي ما وصل عبدا إلا الجوف، الجماعة، الإنزال، الرد. وأخيرا أنصح لجميع المسلمين أن يغتنموا من هذه فرصة، لأن فرصة لا تدوم. اسمي رون حسين، صوت مدرسة النجاح. تطورت مدرستنا من جهاد مختلفة وهي كالآتي: بناء بابين كبيرين التي تحرس آذات المدرسة، قرص الأشجار المتنوعة التي تجعل بيئة المدرسة جميلة، زيادة معلمين من 6 إلى 7، اجتهاد المعلمين والطلاب عن الدروس، احترام الطلاب للمعلمين. أيها المسلمون، تحتاج المدرسة الآن مكتبة لمراجعة الدروس والبحوث عنها. اسمي عبد الشكور حسين، بصوت مدرسة النجاح. للمرأة حقوق أعطاها الإسلام، التفاصيل الكاملة عند مراسلتنا آمنة داود. تم الحقوق إلى: الحقوق الشخصية كالأمن وحرمة المسكن، الحقوق الفكرية كحرية الرأي، الحقوق الاقتصادية. والآن ننتقل إلى حقوق التي أعطاها الإسلام لمرأة مسلمة وهي كالآتي: الإرث بوالديها وزوجها، نفقتها واجبة للزوج والوالدين، صداقها ومهرها، تمليك المال وحريتها للتصرف به، عنايتها وحفظها واجبة. وأخيرا نقول لكم: أعطى الإسلام المرأة حقا لم يعد أحد غيرها. اسمي آمنة داود، صوت مدرسة النجاح. أن يتخلق بها، التفاصيل الكاملة عند مراسلنا جابر أحمد. طالب العلم شرعي هذا يجلس أن يجلس بها، وهي كاللاتي: المحافظة على النظام العام وسلوك القويمة، أحضار الدفاتر والكتب قبل الدروس، انتهاء المطلق أثناء الدرس وانشغال بالعلم، استفادة من وقت المخصص للدروس، اختيار أصدقاء صالحين من أصحاب أخلاق الحميدة،
الدعاء عند بداية الدروس وعند نهايته، السعي إلى التفوق في جميع المواد. وأخيرا أقول لمن يسمع كلامي من الطلاب وطالباتي أن يتأملوا بهذه الأداة الحميدة. اسمي جابر أحمد بصوت مدرسة النجاح. الآن ننتقل إلى نبذة من نبوذ البرنامج، ألا وهي الأمثال والحكم، وأدعو لقمان أحمد وزكريا ملاق لنسمع منها بعض الأمثال والحكم مع ترجمة بلوقة الأمي. تحت كل شجرة ما يعيق نموها، أو لنقى لوالها لكن نقذ لمهلا يوم، إما أن تبرز في مكان أو لا تكون موجودا فيه. مالكم وغامك مغنوع، من تغلط فليغلط عزيز ما عنك، وارمي سيدي ورا كاهر. البلاء تطم الإمساك به من الإمام لا من الخلق. بلاياك ورتك مويك توتك مالهن. السكوت نصف الرضا. أو سلاشوا أو قلاشي بركت. لا يدق الحجر لفاعي. أو يسوق لهم قلايو. أن نتحاور تعني أن نتفقه. أن وضع الله أن وضع الشينة. الدنيا يومان يوم لك ويوم عليك. الدنيا والله مالن مالن أذان مالن والغا ليهي. اسمي لقمان أحمد وح. واسمي زكريا ملاك صوت مدرسة النجاح. قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمين من لسانه ويده الرحمة بالناس. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. اسمي سمية حسين صوت مدرسة النجاح. إلى مكتب نادي الصحافة والدعوة، وهذا نشرة قدمها لكم أخوكم حسين قدي إبراهيم. لا أقول لكم وداعا ولكن إلى اللقاء الآخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.